السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الزيتون اليوم يأتيكم مباشرة من قناة الزيتونة الفضائية، حيث تم منذ دقائق المصادقة على المشروع الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري برمته ب 117 عام 9 لا و1 محتفظ. اليوم كانت يوم استثنائي في تاريخ تونس ما بعد الثورة، حيث أنه في حين ما تزال عشرات مشاريع القوانين المستعجلة في رفوف مجلس نواب الشعب يتأكلها الغبار على غرار مشروع قانون الجماعات المحلية، مشروع قانون التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح، ومشروع قانون الأراضي الفلاحية وغيرها من القوانين المستعجلة. عقد البرلمان اليوم جلسة استثنائية، وكانت استثنائية بالفعل على جميع المستويات. خصصت هذه الجلسة للمصادقة والتصويت على قانون أو مشروع قانون المصالحة، للآن أصبح قانون ساري المفعول. نذكروا أنه هذه الجلسة جاءت بعد أن تم رفع جلسة أمس اللي كانت مخصصة لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب غياب النواب وعدم توفر النصاب الكامل للانتخاب. والآن في هذه اللحظة تستمر الاحتجاجات أمام مجلس نواب الشعب من مجموعة من منظمات المجتمع المدني على رأسهم حملة مانيش مسامح. كل هذا يعطينا اليوم دوافع للتساؤل عن مدى ضرورة هذا القانون في بلد يعاني الفقر، يعاني البطالة، يعاني انعدام التنمية، بلد يقف على حافة الإفلاس اليوم. هل أن مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري يعتبر بهذه الضرورة الملحة ويعتبر حيوي لهذه الدرجة، بحيث أنه لا يقبل التأخير ولا التأجيل حتى لتلقي الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء اللي التزم الصمت حيال هذا القانون إلى حد هذه اللحظة؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنجيب عنها في هذه الحلقة مع ضيوفي الأستاذ جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك أستاذ جمال. نرحب أيضا بضيفي الأستاذ بديس البحري خبير جبائي وعضو الشبكة الدولية للعدالة الجبائية. مرحبا أستاذ بديس. بيك ربي يبارك. شكرا لك. أيضا نرحب بضيفتي الأستاذة جنات بن عبد الله. مرحبا أستاذة جنات. أهلا بكم. مرحبا. شكرا لك. إذا معنا الآن مراسلنا مباشرة من أمام مجلس نواب الشعب، مرحبا بك محمود. أسعد الله مساكي. رحاب. نعم الآن وصلنا طاقم قناة الزيتونة لتأكد من المعلومات الأولية التي تحدثت بداية عن وجود بعض من الاحتجاجات. نعم، هناك أيضا معلومات عن بعض الاشتباكات محمود، هل هذا صحيح؟ لا نعم، نحن الآن في قلب المكان، لا يوجد حاليا أي اشتباكات أو مواجهات، تذكر فقط وجود مكثف للشرطة لحماية مبنى البرلمان، بالإضافة لعدد من الشبان السالمين. نعم. يرتدون لباس مانيش مسامح، يتحدثون عن اعتراضهم واحتجاجاتهم وعدم قبولهم لما جرى من التصويت على مشروع القرار. نعم. بعض سن الشبان يتراوح ما بين 20 والـ35. نعم، نعتذر عن رداءة الصورة قليلا لأن الآن نقوم بتغطية ميدانية مباشرة عبر السكابي. حابة لدينا الآن بعض من شهود العيان والشبان الذين رافقونا في هذه الجولة ليتحدثوا لنا عن آرائهم مباشرة للزيتونة. نعم. بداية نتعرف على حضرتك. الأعداد. نعم. أميرة، ماذا جرى في داخل أو في محيط البرلمان؟ اليوم تم التصويت على قانون المصالحة في جدة. قانون هذا يعني تم إيداعه في المجلس سنتين تقريبا ولم يقع التصويت عليه باعتبار الحركة الشبابية اللي هو مانيش مسامح وعدة جمعيات البوصلة محمد أين يقض جمعيات هي الانتقال الديمقراطي العدالة الإنسانية وكل وتسعى إسقاط كل قانون يمس بهذه المبادئ ويبيض الفساد. اليوم نشهد عكس ذلك للأسف، لكن الحركة الشبابية هي تستمر. ما زلنا ننتظر في النواب الذي سيطعنون في عدد دستورية هذا القانون. إذا نرجع لزميلنا محمود بعد قليل، مواصلين معاه باش يمدنا بآخر تطورات من أمام مجلس النواب الشعب. والسؤال الأهم للحشود الآن المتجمهرة أمام مجلس النواب، ما هي الخطوات القادمة اللي سيتخذونها لممكن معارضة هذا القانون؟ طبعا قبل ما ننطلقوا كالعادة نشاهدوا
تقرير من إعداد الزميلة دليلة الخالقي بعنوان جلسة عامة حول مشروع قانون المصالحة الإدارية، جدل حاد وتهديدات بالطعن في مدى قانونية أشغال الجلسة. نشاهد التقرير ثم نعود. جدل حاد وأجواء مشحونة وصلت إلى حد التراشق بالتهم بين عدد من نواب البرلمان بسبب مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد أن رفض نواب من المعارضة مواصلة سير أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون دون العودة إلى النظر في سد الشغورات الحاصلة صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نواب المعارضة شددوا على ضرورة التزام مجلس نواب الشعب بتطبيق القانون واحترام الدستور فيما يتعلق بسير أشغال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية، فضلاً عن تمسكهم بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون، معبرين عن استعدادهم للطعن في قانونية أشغال الجلسة العامة. نعتقد أنه ما يلزمش تعطيل أعمال المجلس وتعطيل أعمال الدورة الاستثنائية. نحن من دعا إلى هذه الدورة الاستثنائية في نقطتيها، استكمال تركيبة الهيئة ومشروع قانون المصالحة. يتم قانون المصالحة قبل استكمال التركيبة وتم استكمال التركيبة قبل قانون المصالحة، مش هذا المهم. المهم أن ننجز ونحقق جدول أعمال الجلسة. قانون وقتها في نسخته الأولى كان مرفوض، خدمنا وكنا من الناس اللي قدمت تغييرات واقتراحات في صلب اللجنة. إذن كيف ترجعي أنت لنسخة المشروع اللي باش يتقدم اليوم شكون صوت عليها في اللجنة؟ تجدي أنه من اشترى لي صوته هما نوابنا في اللجنة. إذن إحنا معناش مكان يعطوا كلمة يرجعوا فيها. المهم الآن انعقاد الانتخابات من عدمه كذا بالنسبة لنا في نيدة تونس، مع أن حتى مشكل نجم نعمل الانتخابات في غدوة إذا كان لازم. أتبقى وخيان في المعارضة كله طالبين التأجيل. بالنسبة لنا الموضوع هذا توا هتعطينا نشوفوا الانتخابات تعالي وبعد نشوفوا ننظروا في الموضوع الباقي. اللي يحكي على عدم تمرير اليوم قانون المصالحة مش فاهم، نبدأ واضحين مش فاهم حد شيء، مش فاهم المصالحة. ونأكد لك اللي مش قارئ قانون المصالحة جديد اللي قلت مصالحة إداري. المصالحة تشمل الناس اللي خذت أمر في الإدارة لإمضاء وهو مجبور كان باش يمضي وباش يمتثل للقرارات من فوق. في المقابل طلب نواب حركة نداء تونس بالشروع في مناقشة القانون، معتبرين أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس موجبا لعقد الجلسة العامة من عدمه، في حين دعا عدد من نواب حركة النهضة إلى ضرورة احترام القضاء واحترام المؤسسات الدستورية. للأسف الشديد اليوم في ظل التوافق اليوم ما بين النهضة والنداء توافقوا أنه نسدوا الشغورات، مقابل سد الشغورات نصادق على قانون المصالحة. النهضة هي حريصة أن تكون هناك انتخابات بلدية في 17 ديسمبر، ولو نحن حتى في الطيار حريصين كذلك أن تكون الانتخابات في الموعد متاعها. من مصلحتها سد الشغورات في الهيئة، خاصة أنه السيد رئيس الجمهورية ولا يوضع في الشروط متاعه أنه ما يصدرش الأمر الرئاسي القاضي بدعوة الناخبين للاقتراع إلا لما تتم عملية سد الشغورات. بالتالي النهضة متمسكة بسد الشغورات، فيما أنه النداء متمسك بالمصادقة على قانون المصالحة. للأسف الشديد النداء تونس اليوم متمسك بتمرير هذا القانون، ونحن كمعارضة سنواصل معناه معارضتنا لهذا القانون، وسنمارس كل الصلاحيات معناه الممنوحة لها لتعطيل تمرير هذا القانون. والقائمة معناه في الطعن في دستورية هذا القانون جاهزة، وسنمارس حقنا الدستوري في الطعن في دستورية هذا القانون. أنا جدل متواصل بين ثم مخاتلة، أعطيني ونعطيك، أمس ما عطوش، إذن اليوم هو مش يعطوا، واضح جدا، مقابلة صفر صفر. للإشارة فقد تم رفع الجلسة العامة لأكثر من مرة بطلب من نواب المعارضة لمزيد الاستشارة حول الجانب القانوني للجلسة، متمسكين بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء في هذا الصدد. تعلق بمشروع القانون الأساسي. إذن كانت هذه أجواء الجلسة الاستثنائية اليوم في مجلس نواب الشعب. أستاذ جمال الدين، بداية نبدأ معك، مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري مر اليوم، أصبح قانون تمت المصادقة عليه بأغلبية مريحة. نواب المعارضة اليوم عقدوا ندوة صحفية قالوا أنه هذا المشروع مر بالقوة وأنه تونس اليوم تعيش منعرج خطير. كيفاش تعلق على كل هذا؟ اولا في مضمون القانون هذا شان، معناها ثاني فيه نقاش وصارت فيه نقاشات كبرى ومازال محل معناها نقاشات ومحل ايضا تضارب حتى في الاراء، وهذا يعني حق، لانه عندما نتكلم على تفشي الفساد في البلاد وفي نفس الوقت
نلقاو قانون انه باش يمر مر الوقت الحاضر على انه باش يتصالح مع الاداريين. وهنا بالله نحب نفتح قوسين، لا شك في انه كثير من الاداريين حتى في النظام السابق مظلومين. نعم. وانا شخصيا لدي احد اصدقائي اللي تظلم معناه ظلم كبير وزوز به في السجن لانه كان صحافي معروف اليوم، ياخذ في معناها شهريه من شركه وطنيه. الصديق هذا كان معناها عين عليها وهو تسمى من قبل. نعم. يعني كان السيد هذا مش لازم حتى نسميه الاسم لانه معروف، كان معناها معين في المؤسسه هذه باش ياخذ شهريه على اساس مستشار اعلامي. ثم زج بالسيد في السجن لانه قالوا له شبيك كملت في الطريقه هذيك، وهذا لانه حتى نفهموا معناها انه ثم ناس مظلومه ما نحسوهاش معناها تشعر بالغضب. لا هذا القانون. لا لا انا نقول لك معناها لانه ثم عديد من الاداريين اللي تورطوا وتمعشوا حتى من النظام ومشاوا مع فيه، وهذا لابد من تحليل معناها الوضع بدراسة معناها استشرافية تكون يقوموا بها مختصين حتى يتبين معناها الغث من السمين وحتى يتبذم حتى كل واحد يخو حقه. يعني هذه المبادئ السليمة تقول هذا. أنا اليوم الحقيقة نحب نقوله حاجتين ساعة. أولا نحب نشكر قناة الزيتونة لأنه عمرنا ما شكرناها، اليوم مش نقول معناها بارك الله فيها اللي تعدي في الرأي والرأي المخالف. نعم. وهذا طبعا معناها إن شاء الله يكون تمشي معناها سليم ونشوفه معناها ويؤدي معناها فايدة. ثانيا اللي نحب نقوله بكلمتين ونعطي الكلمة للأخوان الحاضرين معنا، أنه اليوم أنا نعتبر أنه أسوأ شيء كنا خايفين منه من النظام البرلماني، أسوأ شيء مع الأسف وصلنا له بسرعة، ألا وهو الانزلاق في منعرج المساومات والبيع والشراء. تعطيني هذا ونعطيك هذا، اليوم وصلنا له وان شاء الله تنفسروه بالتطبيق. نعم. وقبل ما ندخل في اكثر التفاصيل استاذ جمال الدين، اليوم عضو مكتب عضو مجلس النواب عن حركه مشروع تونس سلاح البرقاوي قال انه الحزب نتاعو مع المصالحه الاداريه وضد المصالحه الاقتصاديه. هناك اليوم تسميات، هو كي خرج لنا المشروع خرج برمته، اليوم هناك تسميات عديده وتفصيلات عديده، اذا كنت نجم تعطينا لمحه صغيره عليها. كل التاويلات معناها مفروضه وممكنه، انا نقول اليوم ربما تجزء على جزئين باش يعديوا الحربوشه الاولى باسهل ما يمكن ثم يمروا للثانيه، وهذا ما هو معناه تخوف، وهو تخوف مشروع. نعم نعم واضح استاذ جمال. استاذ بديس، القانون في فصله الاول يقول انه سيحرر روح المبادره في إدارة وينهض بالاقتصاد الوطني وما إلى غير ذلك، وأنه المنتفعين بهذا القانون هما اللي ارتكبوا ممكن مخالفات من 1955 لحد 14 جون في 2011. يعني اليوم إذا كان احنا نحكيه على إنعاش الاقتصاد وضرورة الملحة لهذا القانون لإنعاش الاقتصاد التونسي وإخراج تونس من أزمتها، فهل يمكن اليوم إنعاش الاقتصاد بمحو 60 سنة من الفساد الإداري والفساد المالي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. القانون نتاع المصالحة اللي تعدى اليوم وجب التأكيد على أنه نحن نتحدث على مصالحة إدارية، لأنه ما هوش هذا القانون اللي وقع تقديمه قبل. نعم. ولا أدل على ذلك أنه فما مجهود جبار قاموا به النواب لإخراج الجانب نتاع رجال الأعمال. القانون الحالي هذا وقع التصويت عليه لا يهم رجال الأعمال، يهم لا يهم الأعمال، لا يهم المال، نحن نتحدث على مصالحة إدارية. وكم تونس اليوم في حاجة أن تسترجع القدرة التنظيمية والإنتاجية متاع إدارة اليوم مشلولة. اللي صار هو أنه الأمر اللي كان يتلقاه الإداري المسؤول هذا كان قانونا واجب عليه أن يطبقه وإلا يحاسب. نعم. حسابا في أوقات كان عسيرا جدا ويطرد ويفقد شغله، والحال أنه هو مواطن وذو عائلة وذو التزامات كأيها الناس. ولكن الإشكال مش في تقييم العمل اللي قام به، ماذا نتج عن ذلك؟ يعني هو كان موجود في سلسلة وربما لم يكن منفذا مباشرا لعملية معينة. ولو كان نتبعوا معناها شنو ما المراد من قانون المصالحة الإدارية؟ هو أنه اليوم إعادة المراد، أنا نتوقع وأكاد أجزم بذلك، هو أن الإدارة اليوم ترجع تخدم و
تقع عمليه نتاع مساهمه فعليه للمسؤولين هذم، لان المسؤولين هذم همش ذو شان بسيط، هذم اصحاب قرار. وفي غياب انهم يكونوا مطمئنين على انهم اللي خذوه ويقع الاقتناع بان القرارات اللي خذوها كانت اتباعا لاوامر صادره من عند عرفاتهم، وجب ان الطمأنينه هذه يتولدوا عنها اليوم نجاحات في الاداره. اليوم عندنا اخفاقات ثابته ومكلفه، يعني هالوضعيه الشلليه وجب ان تتنحى بمقتضى القانون بتاع المصالحه يعني الاداريه. يعني ضروري في الوقت هذا القانون، ضروري ضروري ملح جدا. اي لانه البلاد على المستوى الاداري، انت لو نظرنا المنفعه نتاع القانون المصالحه الاداريه على مستوى الاستثمار، على مستوى الاقتصاد، على مستوى التفقديات، لما انت اليوم المسؤول هذا تجي تقول له راهو ولو اعطاك عارفك امر راك سوف تحاسب اذا لم تنظر الى جميع القوانين الجاريه بالعمل تنتفي مع فعلك هذا ولا. نعم. والحال انه هو مسؤول على جزء معين في الخدمه نتاعه. نحن نتوقع انه المصالحه الاداريه ان شاء الله تاتي اكلها في اعاده احياء هالاطر المفجوعه اللي كانت، واعاده اعطاء دفعه جديده للاداره اللي اليوم من دونها هي لا استثمار ولا اقتصاد ولا رقابه ولا تقدم. نعم. نعم. ونتفائل خير لانه هذا مش زي ما مع الصدفه. وانا والغريب في الامر انه عديد الاطراف السياسيه لا تزال تتحدث على اللبس الحاصل ما بين المصالحه الاداريه والمصالحه الماليه والمصالحه الاقتصاديه. نرجع من بعد اعطينا الفرق بيناتهم استاذ باديس. باش نخرج من اخر فكره قلتها استاذ باديس، انه اليوم نحن في حاجه الى هذه المصالحه لانعاش الاداره التونسيه واعطائها قدره استاذ جنات على المضي قدما ونحن في حاله شلل اداري. هذا كان حكى عليه حتى السيد رئيس الجمهوريه في حواره مع احدى الصحف التونسيه، انه مؤسسه الدوله اليوم في حاله شلل، سواء المؤسسات الكبرى في حاله شلل سياسي وحاله شلل اداري، وانه هذا القانون ياتي كضروره ملحه اليوم لانعاش المنظومه الاداريه في تونس. انت اليوم اعتقد انك ترى غير هذا، انت اصلا كنت لابسه السواد اليوم. اي اخترت اللباس نتاعي اليوم، اخترته. نعم. اي اخترت اللباس الاسود اليوم. انا اعتقد كونه بالنسبه لقانون المصالحه اجمالا مش بالتجزئه نتاعو، يعني التجزئه نتاعو جات كما قال سي جمال يعني بلعان الحربوشه. كيفاش جاء القانون هذا يا وحلاش جاء؟ من عند شكون جاء؟ احنا بعد الثوره جات قانون العداله الانتقاليه. هي. عندك مسار. هي. عندك قانون مجلس تاسيسي هو اللي يعني وضعه، وتبعثت الهيئه الحقيقه والكرامه، وتم انتخاب الاعضاء نتاعها، وتم يعني تعيين واختيار الرئيسه نتاعها. هذه يعني في اعتقادي انا قد دمرت وقد دمرت وقد دمرت مسار العداله الانتقاليه. لسألني تساءل لماذا تركنا هذه الهيئه تموت؟ يعني الشيء انا خدمت في الهيئه لمده سنه كباحثه في الاقتصاد ونعرف على شو نحكي. يعني الهيئه باختيار سهام بالسدرين على راسها زرعت فيها ثقافة الموت، واليوم الضحايا مش يلقاو لا جبر ضرر ولا مش يلقاو حتى شيء. نعم. نرجع لمسار العدالة الانتقالية. نعم. في الفصل الأول من قانون العدالة الانتقالية شو يقول؟ المسار متاعه فيه يعني مراحل. نعم. فيه أولا كشف الحقيقة وهو ضروري جدا، ما تجيبش تتعدى يعني للمصالحة مباشرة دون كشف الحقيقة. نعم. بعد كشف الحقيقة تأتي المساءلة. كيف لابد من احترام المراحل. نعم. بعد المساءلة تأتي المحاسبة. بعد المحاسبة يأتي يعني برنامج جبر الضرر، وبعد إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد. نعم. يعني المسار هذايا الكل صادق عليه، وهذا كان الأصل فيه تعمل وهذا الحقيقة والكرامة. أي المسار هذا الانتقالية ككل يعني إجمالا المبادئ الأساسية. بالنسبة لقانون المصالحة اللي جاء بمبادرة من رئاسة الجمهورية، يقول لك يعني صحيح الدستور يسمح بمسارات متوازية لمسار العدالة الانتقالية. نعم. كنا ننتظر كونه نمشي معاك تعمل مسار موازي. هل أن قانون المصالحة هذايا اللي قسموه إلى ثلاثة، قانون مصالحة يعني الإداري اللي يعنى بالموظفين
وبعد قانون المصالحة الاقتصادية أو المالية وعندك قانون الصرف، وخليها كل جهة تعطي يعني تعطي يعني المساهمة متاعها. هل أن قانون المصالحة هذا الإداري يحترم هذه المسارات؟ إذا كان ما احترمهاش إذن لا يمكن أن نسميه بقانون المصالحة، ولكن نسميه قانون الإفلات من العقاب. أنا كما قال سي بديس سامحني، قال الإدارة خلينا نحركوها ونخرجوها من الشلل. سيد الكريم، كي نحكيه على نفسية الإداري وكي نربيه أولادنا وإحنا كيف رباونا، كي تعمل جريمة ولا تسائل عنها ولا تحاسب، نغض عليك الطرف نقول لك والله المرحلة تقتضي مني كوني نغمض عين ونمشي. أرسي ثقافة الإفلات من العقاب، وهوني نزيد نشجع الأجيال القادمة على أنها تدخل في مسارات الفساد وهي مرتاحة الضمير. اليوم نعطيك مثالا، نقرا في يعني تقرير نتاع المرحوم عبد الفتاح عمر، جاب يعني حاله من حالات الفساد اللي قام بها سيد محافظ البنك المركزي سنه 2004. نعم، نحبك تقول لي انا كيفاش نجمو هذايا نعاقبوه، وهل نعاقبوه ولا نصالحوه؟ في المثال نتاعي هذا فقط، محافظ البنك المركزي في 2004، مانيش نذكر اسمه لان 2004 نعرفوا شكون كان محافظ البنك المركزي. شو عمل؟ زوروا كل الوثائق لواش باش يعطيو الستاتو نتاع يعني نون ريزيدون، يعني صفه غير المقيم لشكون؟ لصخر الماطري، لصخر الماطري اللي ما توفرش فيه الشروط اللي هو باش يتمتع بصفة غير المقيم، باعتبار أنه صفة غير المقيم يجب يكون عنده مشاريع البرة وعنده مداخيل تفوق مشاريعه ومداخيله. اللي هو زور كل زور محافظ البنك المركزي، زور كل الوثائق واعطاه صفة غير المقيم لصخر ما تعرفش علاش سي بديع سي بديس، باش يجم يهرب الأموال ويخرج الأموال بصفة قانونية. سيد محافظ البنك المركزي، نرجع معاك استاذ، خليني نكمل بس مباشر الان من امام المجلس. محافظ البنك المركزي باش تضغط علي النظر، تحاسب ولا ما تحاسبوش؟ تكشف الساعه الحقيقه للناس، تسائلوا قدام العباد وتحاسبوا باش تنجم تفكك. هل انه بالقوانين هذيا نجموا اليوم نطويو الصفحة ونتقدموا؟ نعم، لا نرجع للتساؤل هذا أستاذة جنات. معنا بث مباشر من أمام مجلس نواب الشعب الآن محمود، مرحبا بك من جديد. مرحبا أب. إذن الآن لازلنا أمام البرلمان، هناك بعض المستجدات حيث انسحبت القوات الأمنية من أمام المبنى. نعم، بالفعل الآن بدأت الانسحاب، المواطنين غادروا المكان بعد الاحتجاج وبعد إلقاء بعض بعض يعني الكلمات التي احتجت، التي تحدثت أمام الجماهير التي احتشدت أمام مبنى البرلمان، ألقوا البعض منهم كلمات تنديدية وبعض التصريحات والخطابات، ومن ثم غادرت الجماهير الشبابية. نعم، معنا الآن من أمام البث متواصل أم نرجع من بعد؟ إذا نواصل ثم نرجع مرة أخرى لزميلنا محمود مهدي. أستاذ جمال، شكون باش نحاكموا هذا السؤال اللي طرحته الأستاذة جنات؟ اليوم الموظفين وأشباههم اللي ستتم أو اللي تمت محاكمتهم واللي سيتمتعون بالعفو واللي هم حسب المجلة الجزائية كان بعضهم محكوم بعشر سنوات أو أكثر ياخذوا شهادة عفو حسب قانون المصالحة، وإذا تم الحكم عليهم بتعويضات للدولة فإن الدولة ترجع لهم هذه التعويضات. هذا اللي جاء بها قانون المصالحة. اليوم ونحن في هذه الوضعية الاقتصادية، هل الدولة تعاقب المفسدين أم تعاقب نفسها؟ في البداية أنا نحب نذكر بحاجة، في 87 تقريبا بعد سنة تم ضرب يعني نقد بخمسة دينارات مكتوب عليها المصالحة الوطنية،
وكان في نفس المضمار هذا على أساس أنه أنا نتذكر كانوا يقولوا لو أنه باش نحاسبوا تو ندخلوا التوانسة الكل كانوا هذا الوقت ما يكفيش باش نذكر حتى واقع من وزير سياحة سابق في المضمار هذا معناها تم معناها اكتشاف معناها سرقة مبالغ مالية هامة مع تقريبا في حدود 600,000 دينار وثم بعد ذلك قال السيد الرئيس معناها أوصانا باش نطويو الصفحة نحكي في 88 هذا على أساس أنه نخسر القدام فالتاريخ يعيد نفسه اليوم. الحق اليوم نحب نعبر على اختلافي مع الصديق بديس اليوم لأنه أنا نقول بكل صدق ما ثماش حتى علاقة ما بين ركود الإدارة أو عدم تفعيل النشاط الإداري في تونس بعلاقة مثل اللي كان يقول فيها سي بديس أو ما سوق له اللي قدموا هالمشروع هذا لا توجد علاقة معناها وهذا لازم الإنسان يكون صريح. أنت اليوم وقت اللي نذكر أنه القانون يعني القضاء بت في قضايا وحكم بسجن ثم حكم ربما بغرامات وأصبح اليوم نتناقض معه وكأنه القضاء معناها غير نزيه أو كان يعني متشفي في هؤلاء الناس. هذا الكل أنا نحب ديما نقوله باش نوزع معناها رسالة لازمها توصل أنه ليس تشفي في أي حد. لو مشات المسار معناها العدالة الانتقالية كما ذكرت الأخ جنات بطريقته اللي هي باش أولا هو الهدف الأساسي هو كشف منظومة الفساد اللي موجودة وهي منظومة أخطبوطية كبيرة جدا متفرعة وصعبة يعني حتى الكشف عنها. ففرصة معناها المصالحة الوطنية هو الكشف على كل هالأعمال وعلى ترابطها ما بين بعضها حتى يصبح معناها من الممكن تفعيل معناها إجراءات للقضاء على الفساد لأنه هي الآفة الكبيرة اللي قاعدة تنخر معناها في البلاد يوميا وفي كل سنة تزداد. من هذا المنطلق نقول أنا اليوم معناها أكبر مشكلة في البلاد هي الفساد وعكس معناها ذلك وأكثر مشكلة في البلاد هو سن قوانين صارمة منهم قانون مثلا حماية المبالغين حماية المبالغين حتى تسرع معناها في كشف معناها الجوانب هذا. اليوم يبدو للمواطن ويبدو حتى للخبراء ولكل إنسان معناها غير على الوطن متاعه أنه ماشيين في طيار عكس الطيار هذا. ثم كما قلت قبيلة المسار متاع النظام البرلماني اللي أصبح اليوم أنا أخذها منعرجة نقول خطير جدا معناها وهذا نحب نأكد عليه أنه إذا باش ندخلوا في المساومات وإحنا نذكروا النظام البرلماني في إيطاليا مثلا كانت تتحل حكومات أسبوعيا تقريبا وتتركب حكومات أسبوعيا والمشاكل معناها الأساسية متاعها مش معناها مستقبل إيطاليا أو مستقبل معناها الاقتصاد الإيطالي والشعب الإيطالي كانت مصالح فردية وكراسي إلى غير ذلك. اليوم احنا دخلنا في المنعرج هذا وحقيقة أنا شخصيا كنت مناصر للنظام البرلماني لأنه ذقنا ويلات النظام الرئاسي المستبد في المرحلتين متاعه وقلنا ربما نستبشر بهذا لأنه ربما يعطي فرصة ربما مراجعة حتى ومحاسبة معناها الأنظمة حتى التحالفات اللي تصير. اليوم شفنا أنه هناك وعود انتخابية في غاية الأهمية أنا عندي حتى نص منها معناها يوعد مثلا برد الاعتبار للشركات الحكومية ولضخ المال اللازم لتوازناتها المالية. اليوم نسمع في سياسيين إبراهيم وكل معناها اللي مسؤولين في الحكومة هذه أنهم يفكروا كان في بيع معناها المؤسسات العمومية وأنا نحب نذكر اليوم حتى المواطنين التونسية أنا نقول أخطر منصب اللي تم معناها سنه في هالحكومة هذه هو اللي تعين فيه سي توفيق الراجحي واللي هو معناها تنفيذ بعنوان تنفيذ الإصلاحات وهو تنفيذ الإملاءات وبيع شركات حكومية. إملاءات صندوق النقد الدولي. لا احنا ديما نقولوا العنوان هو صندوق النقد الدولي. هو صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ثم اللوبيات الكبرى في تونس. واعطيني الفرصة بعد باش نعطيك مثل حي على ما معناها على معناها تنفذ هاللوبيات هذه داخل حتى في الحكومة هذه وفي غيرها. واضح أستاذ جمال. معنا الآن عبر الهاتف الأستاذة سناء المرسني عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة. مرحبا بك أستاذة سناء. مرحبا بكم ومرحبا بكل متابعي قناة الزيتونة.
نعم شكرا لك. إذا بداية اليوم كانت الأجواء متشنجة للغاية في مجلس النواب الشعب خلال جلسة المصادقة على مشروع الأساسي المتعلق بالمصادقة الإدارية. لو تحكي لنا أو تعطينا ملخص لهذه الأجواء وكيفاش كان تأثيرها على النواب وعلى سير الجلسة. هو شوف في البداية الجلسة اليوم هي الجلسة معناها تم تخصيصها لنقاش قانون المصالحة بناء على قرار من المجلس بتخصيص جلستين في إطار العريضة اللي تم تقسيمها في الدورة الاستثنائية. جلسة أولى كانت البارح لاستكمال تركيبة الانتخابات سد الشغور وجلسة اليوم لنقاش قانون المصالحة، وهذا بناء على النقاط التي وردت في العريضة اللي أمضاوها أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب الشعب. نعم. وبالتالي المؤسف اليوم إنه طريقة النقاش لم تخضع معناها ولم تحترم معناها أبسط يعني إجراءات النظام الداخلي، وهو إنه هذا القانون يناقش في إطار معناها سلس وفي إطار هادئ، وكل كتلة تعبر عن رأيها سواء ساندت وعارضت هذا القانون في إطار المناخ الديمقراطي اللي إحنا تعودنا عليه داخل مجلس النواب الشعب، وهذا في بالي ما نختلفوش عليه احنا كاحزاب سياسيه او كسلطان ممثله داخل مجلس النواب الشعب. لكن للاسف السلوك اللي انتهجوه بعض النواب خلينا نقولوا كان مخالف لابسط مبادئ الديمقراطيه، وهو انه التعبير على راي وراي اخر يعني في اطار مناخ ديمقراطي وفي اطار احترام الاراء المختلفه. اليوم عدم تمكين الجلسه العامه من ان تسير بشكل هادئ هذا في حد ذاته اعتداء على المبادئ الديمقراطية واعتداء على الحق في التعبير داخل الجلسة العامة، وهذا للأسف يعني مجموعة من النواب من الزملاء ساهموا في هذا وساهموا في تعطيل أعمال المجلس بشكل أو بآخر، ولكن الجلسة العامة يعني بقات يعني مجتمعة وناقشت هذا المشروع القانون وتم التصويت عليه كما تبعته اكيد في نعم 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 استاذه سنه نعم واضح. بالنسبه لتمرير او المصادقه على مشروع قانون المصالحه اليوم هناك حديث استاذه سنه لا يخفى على احد انه هناك اصبح داخل مجلس نواب الشعب نوع من المقايضه او المساومه او حتى لعبه لي الذراع بين الطرفين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم حركه النهضه وحركه نداء تونس، بمعنى مرر لقانون المصالحه نسد الشغورات في الهيئه العليا المستقله للانتخابات، ويقال انه الدليل انه امس لم يتم او لم يتم عقد الجلسه او تم رفع الجلسه المخصصه لسد الشغور بسبب عدم اكتمال او توفر النصاب الكافي للانتخابات بغياب عدد كبير من النواب، والهدف من هذا تمرير قانون مشروع المصالحه اولا وذلك كشرط لسد الشغور في هيئه الانتخابات لاجراء الانتخابات البلديه التي يقال انه حركه النهضه تصر عليها. تعليقك على هذا استاذه سناء؟ انا تعليقي لو تعطيني شوي وقت للتوضيح الموقف. نعم. الحركه احنا نعم. موقفنا كان واضح منذ البدايه واحنا ما غيرناش موقفنا في خصوص الانتخابات البلديه، وهي انه تمسكنا انه الانتخابات تكون في موعدها اعتبارا انه الظروف العامه والهيئه العليا المستقله للانتخابات في حد ذاتها عبرت في اكثر من مره على انه هي مستعده لهذا الاستحقاق الانتخابي وتقوم بجميع الاجراءات لانجاح المرحله الانتخابيه هذه. نعم. وبالتالي اعتبرنا وهذا حتى في تقديم الانذار على الدوره الاستثنائيه هو انه نمشيو في سد الشغور وفي استكمال تركيب الهيئه العليا المستقله للانتخابات حتى تعمل معناها بشكل معناها سلس وتقوم بالتحضير للاستحقاق الانتخابي هذايا، سواء تم في التاريخ اللي تم اعلان عليه من طرف هيئه الانتخابات وهذايا اللي احنا مسكنا به منذ البدايه، او اذا كان مش ممكن في هذا التاريخ وتم الاتفاق على تاريخ يعني جديد، بالتالي الهيئه تكون مستعده لاي تاريخ يعني يتم ضبطه بعد ذلك. وبالتالي احنا كحركه النهضه بالنسبه لنا الهيئه المستقله للانتخابات ماهيش نتاع حركه النهضه، هي هيئه مستقله للبلاد. نعم. وبالتالي سد الشغور فيها كما يهمنا احنا كحركه النهضه، كما يهم نداء تونس، كما يهم الجبهه الشعبيه، يهم كل الكتل، خاصه انه سد الشغور في حد ذاته يحتاج الى اغلبيه الثلثين اللي مش عند حركه النهضه وحدها ومش عند حركه النهضه ونداء مع بعضهم، حتى كي يتساهموا حركه النهضه ونداء ما نجموش يعديوا. نعم. يعديوا عضو من هيئه الانتخابات، وهذا هي اساس البحث على التوافق بين كل الكتل حتى نمروا
مروا للتصويت وانتخاب عضو جزء اعضاء اللي ما زالوا في هيئه الانتخابات يسدوا الشغور. وبالتالي احنا بالنسبه لنا المساله ما تتعلقش بمقاعده، ولكن تتعلق باستمرار واستكمال لهذا المسار الديمقراطي في البلاد بسد الشغور في هيئه الانتخابات، وايضا استكمال جدول الاعمال اللي احنا امضينا عليه ايضا كحركه نهضه، وفيه زوج نقاط: سد الشغور وقانون المصالحه. اللي صار انه البارح ما كانش متوفر الحساب القانوني هذايا تقريبا الغيابات شفت كل الكتل دون استثناء، ما فماش كتل كانت حاضره بنسبه 100%. نعم. ثم تفاوت في الحضور، وبالتالي ما كانش عندنا النصاب القانوني للبدء في الانتخاب. وقلنا انه المجلس يعني بطبيعته قرر جلستين منفصلتين يعني للمصالحه ولسد الشغور، واحنا بالنسبه لنا مشينا في معناها وافقنا على هذا المسار اللي مشيت فيه ماشي في مكتب المجلس، واليوم مشينا في المصادقه على قانون المصالحه مع معناها تكون عندنا جلسه ان شاء الله يوم الثلاثاء للتوافقات على اعضاء الزي، ويوم الاربعاء نرجعوا في جلسه اخرى، وبقات الجلسه العامه مفتوحه. يعني احنا اليوم الجلسه العامه في اطار الدوره الاستثنائيه هذه ما زالت مفتوحه، ما زالت الجلسه العامه منعقده لاستكمال النقطه الثانيه في جدول الاعمال اللي هي في الاصل نقطه اولى ولكن لم تستكمل، نستكملوها وهكا نكونوا سكرنا يعني جدول الاعمال اللي تبنت عليه الدوره الاستثنائيه. وهذه في بالي ما يقلقش حتى طرف، احنا اللي يهمنا مش نعملوا ليزي باي معناها ثمن، لا اللي يهمنا انه نستكملوا ليزي، ولكن ايضا نختاروا الاعضاء اللي يكونوا فعلا نتوفر فيهم كل الشروط للحياد والنزاهه والاستقلاليه حتى يقوموا بمهامهم في الهيئه، لانه الهيئه هذه هي ضمانه وهي صمام امان للانتخابات. احنا اللي يهمنا الاعضاء اللي يكونوا فيها يكونوا هما كذلك صمام امان الانتخابات البلديه والانتخابات واي استحقاق انتخابي قادم. وبالتالي يهمنا انه التوافق يكون توافق يعني شامل وتوافق بين كل الكتل داخل المجلس حتى نجموا نمشيوا في انتخاب يعني الاعضاء المتبقين. وهذه في بالي معناها يخدم البلاد، ما يخدمش كتله دون كتله اخرى، هذه مصلحه البلاد تفترض هذايا، ومصلحه التوافق السياسي ومصلحة الانتخابات بحد ذاتها تفترض هذا، وهذا بقطع النظر على تأجيل الانتخابات من عدم معناه. نعم واضح. اليوم نعم. اليوم تمسكنا تم التمسك بتاريخ 17 ديسمبر أو تم تأجيل الانتخابات، في كل الأحوال سد الشغور ما عندوش علاقة بتأجيل الانتخابات وبالبقاء أو بإبقائها في نفس التاريخ. اللي يهمنا اليوم إنه سد الشغور هذايا مرحلة أساسية إنه الهيئة باش تخدم خدمتها باش تكمل المسار الانتخابي اللي بدات فيه بقطع النظر على تحديد تاريخ الانتخابات. بعد ذلك اذا كان فما قرار سياسي في هذايا انه يتم تاجيل الانتخابات الى اجل معين، وقتها فما نقاش اخر، وقتها ربما يتم التوافق على اجنده انتخابيه يتفقوا فيها كل الاحزاب وحتى المنظمات الوطنيه كذلك، ونمشيوا في اجل يتفاهموا في الاحزاب الكل، لانه احنا بيدنا بالنسبه لنا كحركه النهضه مش ممكن انه ندخلوا في انتخابات باش يركوش فيها معناها اغلبيه من المعارضه او من الاحزاب الاخرى اللي مهما كان وزنها السياسي وزنها معنى الانتخابي، يهمنا انه التعدديه تكون متوفره في الانتخابات هذه حتى تكون انتخابات فعلا شفافه ونزيهه. نعم. ويشهد العالم بنزاهتها كما شهد في الانتخابات التشريعيه. نعم واضح استاذه سنة. خليك معايا ضيفي الاستاذ جمال العويديدي الخبير الاقتصادي، عنده ليك تساؤل، تفضل استاذ جمال. شكرا. انا تساؤل وحيد سيده سناء، ماذا سيكون فضلين. موقف النهضه إذا كان سد الشغور ما يتمش في الأيامات القادمة، وهل لكم ثقة كاملة أنه معناها تسبيق القانون المصالحة بطريقة واضحة، لأنه الشعب التونسي واضح يفهم وواعي بكل ما يجري أنه تم تمرير القانون هذا قبل ما يتم القانون السابق بطريقة اللي ربما وافقت عليها النهضة. أنا نقول ما هو موقف حركة النهضة إذا كان ما تمش سد الشغور في الأسبوع القادم؟ نعم واضح سؤالك أستاذة سناء باختصار شديد، تفضل. أنا باختصار شديد معناها وباش نعاود تقريبا نفس الموقف اللي عبرت عليه منذ قليل، لانه ما يتغيرش بالنسبه لنا كحركه نهضه. احنا بالنسبه لنا ديما نذكر انه سد الشغور في الانتخابات ما عندوش حتى علاقه بتاريخ الانتخابات، وبالتالي بالنسبه لنا مهما يكون تاريخ الانتخابات سواء حافظنا عليه 17 ديسمبر او تم التوافق السياسي على تاجيل هذا التاريخ لاي سبب من الاسباب، احنا مع سد الشغور سواء الاسبوع القادم والا في اي وقت. المهم تتوفر الإرادة التوافقية بين كل الأحزاب وبين كل الكتل داخل المجلس لاختيار الأشخاص اللي هما قادرين
على انه يكونوا معناها يكملوا العمل داخل الهيئه وتتوفر عندهم الشروط النزاهه والاستقلاليه الكافيه حتى تبقى هيئه الانتخابات كما معناها اليوم مشهود لها في كل الهيئات والادارات الانتخابيه في العالم، انه هي من الهيئات المستقله فعلا واللي ساهمت في اجراء انتخابات شفافه ونزيهه في البلاد، وهذا اللي يهمنا اليوم بغض النظر انه يصير السادة شهور هذايا اليوم ولا غدوه ولا بعد شهر. اللي يهمنا احنا اليوم فما احنا داخل مجلس النواب، وهدايا احنا نفترضوا الهدايا في كل الكتل مش كان في حركة النهضة، نفترضوا فيهم الحس الوطني والحس بأهمية سد الشغور في أقرب الأجيال، وهدايا مش عن حركة النهضة فقط، احنا ما نحتكروش الحس الوطني وما نحتكروش احنا خوفنا على البلاد، لا، مع بقية شركائنا سواء في الحكم ولا حتى أخوتنا في المعارضة نتقاطع معاهم الحس الوطني هدايا، ومتأكدين انه ان شاء الله مش نوصل إلى توافقات في خصوص هذه الانتخابات باش يتم سد الشغور، لانه المصلحه واضح كذا سنه مع بعضنا الكل، واي موقف اخر باش يتم التعبير عليه مخالف لهذايا الراي العام باش يحاسب الناس الكل، واللي عنده راي سياسي قلبه في الاطر الديمقراطيه اللي متعارف عليها وفي اطار واضح نعم التوازن السياسي الموجوده في البلاد. واضح، شكرا لك استاذه سناء المرسني عضو مجلس نواب الشعب عن كتله حركه النهضه، الف شكر على هذه التفاصيل. اذا استاذ بديس تعليقك. بارك الله فيك وبارك الله في الأستاذة سناء في التوضيحات اللي قدمتها. أختي الكريمة قبيلة وجهت لي سؤال إيش نعمل في محافظة البنك المركزي اللي صحح وإلى آخره. نعم. وأنا أتوقع أنه اليوم المشهد السياسي على غاية من الدقة، لأنه على رأس الهرم فما رجل سياسي ذو حنكة مش من باب العبث قدم المشروع بتاع قانون المصالحه هذا، وفما توافق مع رجل سياسي واحد اخر اللي هو الشيخ راشد من ذو حنكه ايضا ذو حنكه اي حنكتين قالت عنا حنكتين حنكتين ما شاء الله. انا ما نتوقعش لانه ظاهريا توا الفوفحه اللي صارت هذه كلها حول الامور الشكليه، ولكن لو ذهبنا الى المغزى مش عبثا فما قانون مصالحه، لانه شنو قانون المصالحه حسب ما فهمت انا هذا ثمن خالص، ولكن ماذا اشترى؟ لما قدموا السيد رئيس الجمهوريه دفع ثمن نتاع حاجه، احنا الناس ما فهمتش في العمق السياسي ماذا اشترى رئيس الجمهوريه؟ ولماذا يسانده الشيخ راشد والحركه؟ اشتروا حاجه مهمه جدا اللي هي بكل بساطه اداره البلاد. نعم. فما قوه نتاع اداره اليوم في حاجه لها السلطه التنفيذيه باش نحاولوا نخدموا على العجله نتاع بلاد كامله اقتصاديا وسياسيا وتربويا واللي تحب انت، لانه خلات الدنيا. الثمن اللي دفعوه من خلال قانون المصالحه هذا لا يوازي، لا علاقه له بمردوديه النتائج التي سوف تنجم على انه الاداره تسترجع الناس المفجوعين واللي صح واللي كذا كذا واللي اتكلوا في نتاع الفساد نتاعهم، لا تقارن بالشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه احنا منذ سنوات تو. نعم. انا اتوقع انه شراء الهيكل الكبير، شراء ماكينه جديده، باش يحبوا يشريوا ماكينه جديده نتاع اداره تخدم في البلاد. علاش؟ راسا لتسيير الامور العاجله نتاع بلاد وصلت لحافه الافلاس. نعم. وخاصه زاد لضرب الفساد. لانه اللي قبل والذي سوف يعرف بنفسه اذا تمتع بالاجراءات هذه. فهمتني؟ سوف يصبح هو الذي يتفادى الوضعية لأنه هو خدم عليها، وهذه ستون شانس، هذه معناها فرصة جات له أنه إن شاء الله بإعادة تعاود الدور الماكينة والعجلة نتاع الاقتصاد ونتاع التنمية. نعم. ونتاع الاستثمار ونتاع. نعم. التربية ونتاع الصحة ونتاع جميع الميادين اللي احنا كبة اليوم عايشين فيها. هذا استثمار، هذا سعر خالص مسبق استثمارا في إعادة، على الأقل نحن لا نطلب النجاعة من الخطوة الأولى، ولكن نظرا لأهمية السعر، لأهمية الثمن الذي يدفعه المجتمع اليوم من خلال التصويت على القانون هدايا، فما استثمار في هالناس الإطارات العليا اللي لسبب أو لآخر وخاصة من تلقي الأوامر الدولة أخذت على كاهلها أنها الأردوازة هذه تحولها من سبورة فاسدة والناس كل تجارة هاي نعقبون حطون في الحبس، بذكاء والحنكة ذيك قلبوا الميزان. نعم. كيفاش هل المعدودين هذوما
نقلبوهم وين تستفيد منهم الدولة وخاصة مهم شوية راه هذم إطارات ذوي قرار كانوا يخدموا لسلطة معينة في وقت معين وحتى الوقت السابق راهو باش نكونوا موضوعيين بفسادها وكذا كذا فهم أرقام تثبت اللي احنا اليوم بنظافتنا وكذا كذا لم نصل إليها بعد مازلنا بالفساد هذاك كانوا كان فما أرقام تاع 5.8 بونت تاع نمو واحنا اليوم هيك شفت عددنا ولينا نكريتيكيو في كل شيء ودنيا وكل شيء انا اتوقع انه فما عمق سياسي وعلى راس هالعمليه هذه بكل شنو فما مصلحه نتاع وطن يعني فما تفكير يعني الفساد مقبول طالما يجيب لنا نسبه نمو مرتفعه نعم الفساد مقبول طالما يجيب لنا نسبه نمو لا وقتها وقت انا لا انا لا ابارك الفساد ولكن اليوم وصلنا لمرحله انه الناس قامت بالفساد بها شيء بالقانون هذا نحن نرجو ونحن متوقعين وجهاز تنفيذي عنده وراه كيفاش يوصلوا من الناس هذوما يعني هذا انا اتوقع قانون المصالحه هذا غطاء نعم واستدعاء ضمني ان الناس هذوما يرجعوا الى 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 يرجعوا الى افاده البلاد بالخبره نتاعهم ويبتعدون عن الـ عن الـ عن الفساد اللي كانوا يرتكبوا فيه. طيب ما الضامن انهم سيبتعدون ان لم تتم المحاسبه؟ نعم ما الضامن انهم سيبتعدون عما كانوا يمارسونه ان لم تكن هناك محاسبه جزء المحاسبه هذا ما الضامن؟ أيه؟ الضامن ان نقبض الثمن اليوم بالمصالحه خالصين خلاص انتهينا ما عادش يرجع هو كان مفجوع قال لك ما نخدمش وما ناخذ حتى قرار وما نقدمش انا حاطين لي السكينه على رقبتي فهمتي وتقول لي يخدم وانتج وحقق وريقل وبر يشري وبر في راقب وبر يمشي كذا كذا كيفاش تحب نخدمك لحد يدير السكينه رقب؟ نعم جا قالوا نحيلوا السكينه يا سيدي هذا نشوف واش باش يعمل واضح استاذ بدي نرجع لك سي جمال نعم معايا 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 الان نعم رجع معنا مراسلنا على المباشر الان مرحبا محمود مره اخرى معنا مراسله مباشره من قدام المجلس ولا لازمنا ما منبنا حتى اللحظة رحاب حتى هذه اللحظة حيث بدأ الشبان بالمغادرة جماعة مانيش من سامح حيث بدأوا فعلا بمغادرة المكان وبطبيعة الحال رجال الأمن والشرطة غادروا حماية هذا المكان لم يتبقى سوى طاقم الزيتونة حتى نتأكد بأن الأمور قد عدت بسلام إضافة إلى ذلك زميلتي رحاب حتى اللحظة تمكننا من حصول العدد من الشبان الذين سيتحدثون الآن مباشرة عبر الهواء مباشرة لإفتضاح ما جرى وماذا سيفعلون بعد التمرير بعد المصادقة على القانون ما هي الخطوات القادمة في معارضة هذا القانون هذا ما نريد اتضاحه أكثر من خلال وجود بعض الشبان والذين شاركوا في هذه المظاهرة والذين أكدوا بأنهم متواجدين منذ الساعة 10 صباحا من هذا اليوم تحسبا لتمرير هذا القانون لنتحدث معهم أكثر بداية عرفنا حضرتك حسام عيدي حسام ما هي الرسالة أو ما فعلتم دعنا ماذا فعلتم منذ هذا والله الرسالة كما قلت لك أنا يعني اجتمعت العصابة بطريقة مفاجئة وبطريقة مضحكة العصابة اللي هي الأحزاب الحاكمة في البلاد هذه والتوافق يعني الغريبة ذاية يعني اجتمعت العصابة وقامت بتمرير القانون احنا كنا لبينا نداء الواجب كنا من 10 متاع الصباح موجودين هنا بعدد 300 واحد احنا مجموعة من الشباب الرافض لهذا القانون نرفض اي انسان يحاول يركب على التحرك نتاعنا مجموعة من الشباب الرافضين عددنا كما كنتوا شفتوا ما يتجاوزش 400-500 نفر كنا رافضين لا 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 نحن شباب مستقل فينا ناس متنظمة في متحزبة لكن احنا كتحرك يعني هو تحرك مستقل اللي صار اليوم يعني صار كانت حاجة يعني خايبة برشا وصل قاعد تاريخ المجلس هذا بداية أعذرني هل تم الاعتداء اليوم على المحتجين أمام البرلمان ولا؟ كلمة حق يعني ردا على الإشاعات اللي صارت ما كانتش فما مواجهات دامية بين البوليس والرافضين على الأقل الحمد لله يعني هناك شد وجذ هناك فما تجاوزات من أفراد الشرطة أفراد لكن يعني تم احتوائها صراحة وما صارتش يعني الصورة الموجودة توا على السوشيال ميديا على كونه احنا مخربين وحاولنا اقتحام مباني السيادة وكسرنا وعملنا وكذا بدليل كونه كنا هذا أيضا للأسف الأمثال يعني. نعم طيب ما هي الخطوات القادمة التي ستقوموا بإنجازها في 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 في, في إطار المعارضة نتاعكم لهذا القانون؟ بشوف أنا ما عندي أي منصب رسمي يعني باش نعطيك الخطوات الرسمية الخطوات القادمة لكنه هذه معركة الشعب
احنا اليوم مستمرين معنا انتم في المعارضه، يعني في معارضه القانون حتى بعد المصادقه عليه؟ اكيد اكيد احنا اليوم تم تمرير القانون بصوره مفاجئه وبصوره يعني فيها برشا غدر. نعم. فيها برشا تربص لمصالح الشعب هذا، لكن الجاي اكثر، هذه معركه الشعب ماهيش معركتنا احنا اكهو، الشعب نتاعنا ماهوش نتاعهم، مش نعرفوا كيفاش نجيبوه اكيد، والتحركات القادمه باش تكون اكبر برشا من هكا يعني. نعم. على حد علمي وعلى حد توقعاتي. نعم واضح واضح، شكرا لك، الف شكر. شكرا ايضا. نعم شكرا لك زميلي محمود، كنت معنا مباشرة من أمام مجلس نواب الشعب. إذا أستاذة جنات بن عبد الله، كما كنا نسمع هناك شق كبير من الشباب اليوم يحتل الشوارع ويرفض هذا القانون. اليوم إذا كان نحكيه على قانون سينعش الاقتصاد الوطني ونحن في أمس الحاجة إلى هذا، مما يتأتى رفض المعارضة لليوم تم توصيفهم في عند بعض الأشخاص بالتهريج داخل البرلمان وبحركات بهلوانية داخل البرلمان لا ترتقي لمستوى المعارضة. لابد من الإشارة أولا أن كون مشروع القانون اللي مر اليوم وأصبح قانون ليس الوحيد اللي تمت فيه مغالطة الشعب التونسي. يعني منذ يعني الانتخابات الأخيرة 2014 وحتى يعني من وقت الحكومة الأولى بتاع باجي قايد السبسي، عديد من المشاريع القوانين اللي مرت وفيها مغالطات وفيها لسلب السيادة التونسية. يعني أنا اليوم نتابع في الأجواء اللي في مجلس نواب الشعب، وكنت أتمنى أنه كل مشاريع القوانين خاصة في المجال اللي أنا يعني مجال اختصاصي، المجال الاقتصادي والمالي والتجارة الدولية، كان يتم التعامل معها بنفس الطريقة. وخلينا نذكر يعني بعض القوانين اللي ما زالت صادمة إلى اليوم ونعاني، الاقتصاد التونسي اليوم يعاني منها وسيعاني حتى غدا. أولها هو قانون النظام الداخلي للبنك المركزي اللي يعتبر أكبر جريمة في حق هذا البلد وفي حق الاقتصاد التونسي، واللي بمقتضى يعني القانون هذاك اللي صادق عليه كنت تذكروا 72 نائب، 72 نائب يعني تعدى لوجيستاس بفارق واحد، أي فارق واحد. اليوم انزلاق الدينار، ضعف الاحتياطي بتاعنا من العملة، اللجوء إلى الاقتراض الخارجي هي نتيجة مصادقة عليه. اليوم ريقاع الخزينة اللي تصدرها الدولة من أجل تمويل ميزانية الدولة، كانت شكون؟ كانت البنك المركزي بسعر قديش كان يعني تفاضلي ما بين 2-3%. نعم. تعرف قديش اليوم لو ما عاش البنك المركزي ولات البنوك الخاصة هي التي فرضا بالقانون هذاك هي اللي تشتري رقاع الخزينة، تعرف قديش النسبة؟ 8.22%، يعني إفلاسها، يعني إفلاسها. ريت الأشياء هذه المواطن التونسي أو المواطن العادي وحتى راهو اللي في السلطة، يعني أنا تبعت المدة الأخيرة تبعت عن قرب المستوى متاع الوزراء خاصة في المجال المالي والاقتصادي، أقولها وبكل صدق وبكل ألم، كونهم كلهم ما عندهمش دراية لا بمادة الاقتصاد ولا بمادة يعني المالية العمومية ولا التجارة الدولية وخاصة التجارة الدولية. مش مشروع اقتصادي، مشروع سياسي بالأساس. أنا هو المصالحة اللي نحكي المصالحة هو اقتصادي سياسي. راهو اسمعني، راهو في المشهد ما تنجمش تقسم، راهو ما ثماش حواجز. نعم. ما تنجمش، راهو الكل مرتبط ببعضه، ثم ترابط. في جنبه الاقتصادي، خلينا من السياسي، في جنبه الاقتصادي ما الخلل في هذا الخلل؟ كونك انت قاعد ترسي لثقافة الإفلات من العقاب. يعني ثم توزيع أدوار اليوم، خلينا نقوله رئاسة حكومة تعلن الحرب على الفساد ورئاسة الجمهورية تكرس الفساد، وضاع المواطن، ضاع المواطن. مجلس النواب وينه هنا؟ مجلس النواب، مجلس النواب ما عادش تحق عليه كلمة مجلس نواب الشعب أبدا، عمره ما يعني اتضح كونه هذايا مجلس نواب الأحزاب اللي هي في السلطة، ماهوش أحزاب يعني الموجودة في المشهد السياسي، لا لا لا، هو مجلس نواب الأحزاب. والمنهجية التوافقية
اللي جات في تونس هي توافقية سياسية مصلحية حزبية. لا اعتبار فيها، هذه قراءتي، نجم نكون خاطئ. مش هذه استاذه نواميس الديمقراطيه اللي احنا حابين نجيبوها، انه ثم احكام احزاب ننتخبوها هي باش تحكم عن طريق انا معاك. اما اسمعني، اذا كان باش تقارننا احنا اليوم واحنا في بدايه المشوار وفي اقتصاد يعني مفلس وهش، باش تقارننا باعتى ديمقراطيات، راهي المقارنه ماهيش صحيحه. تعرفش علاش؟ لانهم هما بناوا البنيه الاساسيه نتاعهم، بناوا يعني الاقتصاد نتاعهم، بناوا البنوك نتاعهم، بناوا التربيه نتاعهم، بناوا يعني الطرقات، شيدوا المصانع والكل، حتى يعني كيف يعني هامش من الفساد راهو مسموع موجود، ما تنجمش تقطع له انفاسه. اما في اقتصاد هش ضعيف مع يعني مع وزراء ومسؤولين خليني نقولها عديمي الاطلاع بدلالات المؤشرات الاقتصادية والمالية. يعني اليوم في كلمة رئيس الحكومة اللي قالها كيف تسمعوا، هي هو قال برنامج، قال عندنا خارطة تفصيلية لبرنامج اقتصادي، مجموعة أفكار تغيب عنها لو فيل كوندكتور، يعني كي تسمعها تقول شنو هي اللخبطه هذه، على شنو هو يحكي. وفي الاخير شي يقول لك راهو احنا في افق 2020 راهو نسبه المديونيه باش توصل 70% ومن وقتها باش تاخذ يعني منحه تنازلي. نعم 70% سيدتي الكريمه في المطلق، يعني في الاقتصاد يعني مثلا في اليابان ولا في الولايات المتحده الامريكيه لو نسبه المديون توصل 150-200%، ما تاثرش فيها. تعرفش علاش؟ لانها ماكينه خلق الثروه قاعده تدور. احنا اليوم 70% تاع المديونيه علاش عاليه؟ لان ماكينه الثروه اللي خلق الثروه معطله. وبالتالي قانون المصالحه للسبب للغرض، قانون المصالحه ترجع الماكينه تخدم. قانون المصالحه تعرف شو اللي يخلي الماكينه تخدم في باديس؟ مع كامل احتراماتي، هي السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الوطنية التي تحترم أولوياتك التنموية. اليوم جبتوا من الأول على صندوق النقد الدولي، اليوم حكومة الشاهد واحد انضبطت إلى يعني تعليم مش تعليمات، وصفة خلينا نقول وصفة صندوق النقد الدولي. حكومة الشاهد اثنين انضبطت بوصفة البرلمان الأوروبي. اليوم الخريطة التفصيلية اللي قال عليها يوسف الشاهد في الكلمة متاعه هي حرفيا ما تم إقراره في لا ريزوليسيون دو بارلمان أوروبيان دو 14 سبتمبر 2016، يعني قرار البرلمان الأوروبي الصادر اللي كنا حكينا عليه في 14 سبتمبر 2016 واللي وقتها مشكور سي جمال ذكرت مسألة المساواة بين الميراث، هي في الميراث هي النقطة 14 منها. واليوم كان لاحظتوش حتى زيادة في الكلمة متاعه تكلم على التنمية الصحراوية، يعني يقول القايد احنا ليش جات التنمية الصحراوية، يعني الراجل يحكي على توازنات مالية ويحكي على نسبة مديونية وبعد يجي يقحم لك التنمية المندمجة التنمية الصحراوية، لأن تم إقرارها زادة في القرار نتاع البرلمان الاوروبي اللي هو حب يعوم هذه الصحراوية من ايامات الجبالي، من بروجي نتاع ايامات الجبالي. هو راهو البرلمان الاوروبي راهو دخل من وقت الجبالي، من وقت الجبالي الحكايه هذه قديمه، لبروكسل وامضى وامضى. كيفاش نعيشوا باش اوروبا؟ كيفاش نعملوا؟ لا انا نعيش اخي، لا كيفاش نعيشوا؟ اسمعني البنك الدولي قلت لا اوروبا لا كيفاش نعمل؟ انا معاه كان فينا خليج راه قلت تخبي وراء الامارات وقطر، انا مع التعاون ولكن مع ضبط الرزنامه نتاعي، مع ضبط الاجنده نتاعي. انا اليوم تعرف شنو الاولويه نتاعي سي باديس؟ الاولويه القصوى نتاعي اليوم وقف التوريد، الحد من التوريد. استاذه جنات جبت شي كلمه رئيس الحكومه على التوريد؟ لا، والادهى من ذلك، سامحني نكمل الكلمه هذه، مش في حكايه خطاب رئيس الحكومه. الادهى من ذلك نركز في اليوم الاول من توليه للمنصب نتاعه السيد كاتب الدوله للتجاره الخارجيه المكلف يعني لدى وزير التجاره، في اول تصريح له ايش قال؟ قال ماناش هنية احنا باش نتكلموا على ايقاف التوريد، لكن لازمنا نشجعوا التصدير. شو عندك ما تصدر؟ شو صدرت؟ أك يعني أك دمرت الدينار، شو صدرت؟
العجز الميزان التجاري. بتعرف قداش اليوم البارحه خرجت الاحصائيات 10,000، اما كيف نقحموا ال 10,000 المزوره 15 راه 16، انا حسبتها اليوم 16. راني بالكالكولاتريس 16,000 مليون دينار، هذاك راهو الاحتساب المزور اللي يقحموا فيه لي سوسيتي اوف شور اللي المداخيل نتاعها ما تحتسبش وما عندهاش تاثير على الاحتياطي نتاعنا من العمله. يا ناس ما نخرجوش من قانون المصالحه، الفساد ليت الفساد قانون المصالحه. علاش قلت لك توزيع الادوار؟ رئيس حكومه يعلن الحرب ورئيس يعني جمهوريه يكرس الفساد. نعم. بقانون مثل هذايا اللي يفلت والاراهي الاداره سيباديس راهي صدقني الإدارة تمشي بالسياسات. نعم واضح سيدة جنات، واضح. شكراً. سي جمال قبل ما نرجع لسي باديس، وإحنا نحكيه اليوم على كل هذا اليوم ممكن المساندين لقانون المصالحة اليوم أصبح قانون خلاص يعني ما عادش عنا ما نناقشوا فيه، يقولوا أنه سيحرر روح المبادرة سينعش الاقتصاد الوطني، كنا نسمع فيه في كلام الأستاذ باديس، رغم أنه رئيس الجمهورية لما طرحت هذا القانون ولحد اليوم لحد هذه الساعة تم تمريره على مجلس نواب الشعب لم تعطاش حتى أرقام للمعنيين بهذه المصالحة أو حتى المعايير المحددة لتحقيق هذه الأهداف الكبرى اللي نحكيو عليها. يمكن نحكيو بمنطق براغماتي بحت، المشروع هذا وأنت خبير في الاقتصاد، هل يمكن في أرقام هل يمكن أن ينعش الاقتصاد التونسي نعم أم لا؟ إذا كان ينعش الاقتصاد التونسي قادرين نتنازلوا نتخلاو على جزء ممكن من كبريائنا الوطني اللي كنا نشدناه في الثورة، اللي هو المحاسبة واللي هو الشفافية واللي هو العدالة بين كل أفراد المجتمع، إذا كان قادر ينقذ الاقتصاد الوطني في أرقام نعم أم لا؟ يعني لا يمكن، هو الجواب على هذا هو لا، ما فيش حتى شك. علاش؟ لانه لا توجد علاقه بين هذا وذاك. نعم. احنا عندنا مشكله نتاع منوال التنميه اللي هو وريث من 86، وهذا تحدثنا فيه باطناب في عديد المرات وكتبنا فيه. نعم. اليوم انا نقول ثم عمليه تحويل وجهه لربما الكف على تحليل صفه وماهيه الحكومه اللي تكونت جديده، باش نغضوا طرف كما قالت الأخت جنات على ما هي موكل إليها. وأنا قلت لك في البداية أنه تعيين وزير خاص باش ينفذ الإملاءات بعد وصول مندوب الاتحاد الأوروبي جوهانس الهالس المكلف الأوروبي المكلف، واللي ينتمي بالمناسبة إلى حزب يميني متطرف عنصري في النمسا، وأتى قبل تعيين الحكومة بيومين. واحنا نحب نقوله معناها بصدق، لسنا ضد معناها التشفي في اي شخص. نعم. وشخصيا وانا وانت ذكرت انه ثم عباد مظلومه. نعم. انا ثم عباد مظلومه هذه، وانا قلت لك من اعز اصدقائي خليني نقولها، معناها اللي هو مظلوم واللي هو تاثر معناها ومعناها هدمت حياه معناها مستقبله او حتى حياته تاثر تاثير لانه انسان نظيف. هذا ما في شك، ويوجد امثاله كثر، ومع الاسف ما يضربوا كان نظيف ما بين قوسين، وهذا لاحظوه عديد الناس، لانه ثم ناس تعرف كيفاش تفلت من العالم. طيب الناس هذوما كيفاش كنا نتعاملوا معاهم دون هذا دون هذا القانون؟ شوف موضوع المصالحه هي كما قالت الاخت، معناها كان من المفروض باش يكون في هيئه الحقيقه والكرامه اللي هي تخدم في خدمه واللي هي معناها كلفه الدوله، معناها كلفتها الدوله للشعب التونسي بمهمه كبيره. نعم. وكلفه ميزانيه الدوله وهي تخدم في خدمه حثيثه وعليها ان تتم معناها اعمالها، ثم اذا كان ما ادتش الى نتائج ربما مرضيه تحاسب الى غير ذلك. هي مازال لها شهور الهيئه تقريبا. مازال لها شهور. نعم. ولكن صار تعطيلها بجميع الوسائل، وهي كذلك معناها في بين اخذ وشد، معناها ما تعديش هذا باش ما كان. اما انا اعطيني فرصه خلينا نوريك علاش باختصار اليوم. نعم. اي ان شاء الله. علاش اليوم صار معناها تحويل وجهه عندما نبدلوا حكومه بحكومه؟ شروط، وكل الخبراء يقولوا لك في العالم اجمع، يا اما في مسار نجاح باش نكرسوا ونحسنوا النجاح اكثر. نعم. نزيدوه معناها، والا في حاله ربما هزيله في النمو باش نحبوا نشجعوها، والا في حاله ركود وهو واقع الحال في تونس وفي حاله معناها منهاره الى اقصى درجه باش ما نقولوش حاله افلاس باتم معنى الكلمه. ولذا لابد من حل بديل، حل بديل يقطع مع المنوال اللي وصل للحاله هذه. وقت اللي نجيو نقراو اليوم القراءه، وكما قالت الاخت يعني معروف توا كل معناها المختصين بما فيهم المنظمه العالميه للتجاره
بما فيهم الفصل 35 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يقول كل بلاد عندها ميزات دفعات في حالة انخرام، وهو حال تونس إلى أقصى درجة. تصوروا بلاد معناها تقترض باش تشري معناها ماكلة متاع قطاطس، وتقترض باش تشري معناها حاجات ثانوية إلى أقصى درجة، وماهيش تقترض باش تشري تجهيزات وتكون معناها مصانع باش تخدم أبنائها وباش تنتج. شوف يعني ببساطة، لأنه اللي غيظني أنا شخصيا أنه ضحك على ذكاء تونس. أنا معناها يزم أنا نوجه كلامي للشخصين الأساسيين اللي هما يسيروا في البلاد الوقت الحاضر، كما ذكر الأخ اللي هو السيد رئيس الجمهورية والسيد راشد الغنوشي، أن الحزبين الأساسيين اللي يسيروا اللي بيشتحملوا مسؤولية تاريخية اليوم راهو أضروا بالبلاد بصراحة. وأنا خليني نتحمل على مسؤوليتي عندما نحكيه على قانون تغيير القانون الأساسي متاع البنك المركزي، ونجبر الدولة باش تمشي تتسلف ب 8.28 منين؟ من عند البنوك التجارية اللي هي تمشي تاخذ من البنك المركزي بفائض أقل. وقاعدين معناها نثريو في البنوك. وأنا نحب نقول لك أختي الكريمة أنه الاستعجال بخصخصة ثلاثة بنوك اللي ما زالوا، لأنه ثم ناس سبقت عملت بنوك خاصة، واليوم قاعدة معناها تربح في ربح معناها مشت على ظهر الشعب التونسي وعلى ظهر كاهل الميزانية متاع البلاد. هذا راهو مش كلام، هذا معناها موثق بالوثائق معناها. ثم في نفس الوقت هالثلاثة بنوك هذا ثم شكون مستعجل من اللوبيات الداخلية ومعاهم الخارجية باش يحب معناها يفرطوا فيهم في أقرب وقت ممكن باش يخلط على هالزردة هذه باش ياخذ ياخذ بايو فيها، فهمتني؟ هذا راهو ما قاعد يتخطط. وأنا نقول خلينا نختم بهذا، أنه تسمية السيد كاتب الدولة المعني بالتجارة الخارجية وهو ابن الوزارة هذه، خدم معناها في ديوان التجارة ومعناها داول على المكان هذا، وهو معناها متتلمذ على السيد منذر الزنيدي اللي كان في وزارة التجارة في أوج العولمة والخصخصة وفي أوج معناها فتح الأسواق. عندما رئيس حكومة يختار الشخص هذا ويخرج اليوم البارح ويقول راو لا مجال ولو حتى عبر ربما، والحقيقة أنا سمعت كلامه كامل حتى باش ما نظلموش الشخص معناها سي هشام بن أحمد تحدث، خلينا نقول زادة وربما يعذرني على الكلمة هذه، بتلكأ باش يخرج يقول راهو التوريد مش زادة مش ممنوع يا سي هشام، بل بالعكس هي المصيبة اللي داخلة منها المديونية وداخلة منها الدينار الطايح اليوم. إذا كان نحبوا نمنع البلاد التونسية يلزمنا نرجع لاستعفاء الدينار اللي هو البوابة الأساسية، وكل ما يحب يتحدث على إنقاذ تونس اليوم يلزم يتكلم على بوابة استعفاء الدينار عبر ترشيد التوريد وتنشيط الانتاج الوطني وتنشيط التصدير نتاعه. وهذه هي البوابة الوحيدة. واضح أستاذ جمال. باختصار شديد أستاذ باديس باش نختم معاك اليوم، هل تعتقد أنه هذا المشروع اللي أنت تقول أنه سيحقق ممكن انتعاش اقتصادية للبلاد، وتي بصفتك خبير جبائي يعني مش غريب عليك المجال الاقتصادي عامة، هل تعتقد أنه سيؤتي أكله في الجو اللي تعيشه تونس من انتشار للفساد، أنه ممكن القانون هذا في حد ذاته يصبح باب من أبواب تبييض الفساد ويتم استغلاله في عملية تبييض لمخالفين للقانون؟ وأي مستقبل لهذا القانون اليوم في ظل ما يشهده الشارع التونسي اليوم من تفكك للرأي العام؟ اليوم عنا الأحزاب الأغلبية في البرلمان هي اللي مرت هذا المشروع، هناك أحزاب معارضة ما عندهاش صوت كبير في البرلمان لكن ممكن يكون عندها تمثيلية كبيرة في الشارع، كيفاش نجم نجاوب على هذا؟ أنا نحب نقول حاجة، أنه فما أزمة عميقة وخطيرة جدا، أزمة متاع ثقة على المستوى السياسي والمستوى المالي والمستوى الاقتصادي. وشدة الأزمة جاية من الناس اللي من المفروض أنهم إذا أدركوا الأزمة توجهوا بالنصيحة. لكن نحن نعيش في مناخ ما فما كان توجيه الملامة، توجيه اللوم والشتم وقلة المعروف، واللي هذا يتبرع واللي هذا يسب في الآخر. جبت أنت كحل، ما جبت حد شيء، أنا جاي باش نحكم عليك. يعني احنا عايشين في وضع رديء على المستوى الأخلاق. وأنا كنا في الحصة قلت أنه من المفروض أنه فما قانون ينظم العلاقات ما بين رجال السياسة ورجال الخبرة. من ناحية المنطلق المشترك ما بيناتها هو تونس، نخمو كيفاش ننفوها تونس. أنت الساحة السياسية اليوم بخبرائها وسياسيها وعديدونهم كثر ولكن منفعتهم قليلة، ما فما كان الملامة.
احنا نتوجه للناس هذ كلهم نقول لهم جدوا ثقتكم مش في السياسيين الاخرين، جدوا ثقتكم في تونس اللي ما هيش فارغه من الاطر، ما هيش فارغه من الذكاء، ولكن اليوم فما اغلبيه، والاغلبيه ذي ما مش فرضا محتوم عليها انها تخسر، كان فما خساره مش كلها خسران، ولا ادل على ذلك البلاد مازالت تمشي. مشكلتنا هو في النجاعه، مشكلتنا ان نتخلصوا من المؤشرات اللي فما البعض منها مفتعل. نعم. ليش؟ لانه فما ناس لا تؤمن بالمستقبل، لانه الصندوق ما هزهمش باش ياخذوا القرار. اليوم كل ما هو انسان عنده قرار، فالاحزاب ذات الاغلبيه الا وهو مشتوم الا وهو ملام. نعم. لو كان هما نفس الاشخاص حاطينكم بنفس الموقف لا 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 راه ما انجوش مخير منهم. وانا نتوقع انه طالما فما ايمان عميق بهالبلاد هذه وبجمائلها علينا، من المفروض اننا على الاقل نتوجه نكون بوزيتيف في مخاخنا، لانه ماهوش عبثا انه الكم الهائل من السياسيين والكم الهائل من الاداريين هذا من كل اتفقوا ويقعدوا، كان الاقليه التي تنادي رانا دخلنا البحر ورانا جانا شو اسمه ايرما، السيكلون نتاع ايرما راه وصل لنا، هذا باش يقولوا لنا هم راهو في تونس السيكلون نتاع ايرما ضرب فلوريدا راهو جانا لتونس هنا، والحال انه ماهوش صحيح، والبلاد هذه بلادنا مش متسلفينها، وفما تهم اللي هي توجع. يعني القول اليوم انه كل شيء يتباع للبنك الدولي والامريكان والاتحاد الاوروبي، شوفوا التاريخ نتاعنا، نحن مرتبطون بالاتحاد الاوروبي، ولا ادل على ذلك انه حتى في التكوين التربوي والاكاديمي نتاعنا كنا نتكلموا ثلاثة أربع لغات، منين هذايا؟ نعم. هذايا بفضل ناس امنت انه فما مصير مشترك، وبالتالي مش ضرورة ما ياتي من الاتحاد الاوروبي فاسد، ولا ما ياتي من البنك الدولي فاسد، وخاصة كفانا تشكيك يا اخويا ان احنا مش نتقدموا. علاش؟ لانه هذايا كان الكبارات باش نتقدموا بالقانون هذا دو سيدي. اي انت اليوم عندك ادارة نحيت لها ليمونات اللي كانوا فيدها، ان شاء الله هذه ياتي اكلة لمصلحة البلاد، وانا اجدد وثيقتي في انه الجهاز التنفيذي اللي وصل هذايا، ومشكورين لجماعة البرلمان اللي اخت كريمة قالت لك معاش برلمان لا حول ولا قوة الا بالله. الناس قاعدة تخدم ربي يعلم بحالها وكوميسيون وكذا كذا. أنا نتوقع أنه نتوقع أنه مازال ما وفاتش السيسيون، مازال فما حاجات أخرين، وإن شاء الله تجيب معاه الخير لتونس، فلنتفائل جميعا للبلاد هذه، وإحنا ماناش خارجين منها، والله لو كانش يقول، وحتى لو كان يقولوا راهو السيكلون هيرماها وجانا في الدورة، والله أنا قاعدين واضح أستاذ بلجيكا جمال. ثواني فقط لا أنا نقول مصارحة الشعب التونسي اللي يقول ثم أغلبية اليوم بعد الانتخابات نتاع 2014 لا 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 احد يدري معناها ما هو توا الماهيه نتاع حاله الشعب. اللي نعرفوه اللي هو احتقان كبير. نعم. واللي نعرفوه هو انسداد معناها مستقبل لجميع الشبان يعني بصفه خاصه، وخاصه احنا نشوفوا مؤشرات مديونيه دينار طايح، والسيد نعم. معناها العزوز واضح استاذ نعم هذا الويد هو كل عام صبا واضح من فضلك واضح اللغه الخشبيه سي باديس شكرا لكم الخشبيه هذه فقط فقط سامحوني الوقت في فقط ناشد المخرج يعطيني دقيقه واحده استاذ باديس دقيقه واحده واقل من دقيقه استاذه جنات باش نخرج شويه من الموضوع. اليوم تمت المصادقه على قانون مشروع قانون المصالحه اللي كان طرحته رئاسه الجمهوريه، منذ ايام تمت المصادقه على الحكومه التي يقال أنها فرضت من رئاسة الجمهورية، هل ممكن في الأيام القليلة القادمة أن نسمع بتغيير النظام السياسي في تونس من رئاسي من برلماني إلى رئاسي؟ هذا وارد أم لا؟ حسب المؤشرات الموجودة حسب المؤشرات الموجودة وحسب التقنيات الترويض والمعالجة وتناول المواضيع يعني استدراج باش نوصلوا اللي مرسوم له. نعم شكرا لك أستاذة جنات بن عبد الله نعم الإعلامية والمختصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، شكرا لك. نشكر أيضا ضيفي الأستاذ جمال العويديدي الخبير الاقتصادي، ألف شكر أيضا للأستاذ باديس البحري خبير جبائي وعضو شبكة دولية للعدالة الجبائية، ونعتذر منكم على التعسف لأنه الوقت المحتوى كبير والوقت ما يساهمش في أن نتعمق أكثر من هكا. أيضا نشكر الأستاذة سناء المرسني عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، ونشكر زميلي محمود مهدي اللي كان في المراسلة المباشرة من أمام مجلس نواب الشعب. في لقاءات قادمة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.